الله أكبر الله أكبر الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه لا تريدون فما ظنكم برب العالمين عيفك الآلهة اللہ رب بولتے ہاتھ باندھ لیں گے پھر امام تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عائشہ پڑھیں گے پھر سورہ فاتحہ زم سورہ پڑھیں گے رکوع دو سجدے کے بعد کھڑے ہو جائیں گے قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه إني أرى في المنام أني أذبحك فل شوف